اكتر واحد مؤمن بالحاجات ديت انا سعد صغير، عايز 15 13 الف عيل يطلع بتوع مهرجانات، لان العيال دي كانوا زي غلابه قاعدين على القهوه والتوك توك واللي بيشرب برشام واللي بيعمل، فما بيطلع يشتغل ويسترزق بيراد امه وراد الناس كلها. كون ان حد يطلع عليا انا جايب اصوات عمالقه، انا جايب الليسي ده وهو صوته قد مليون مره عند احمد السبكي، انا اللي جايب طارق الشيخ، انا اللي جايب امينه، انا اللي جايب بوسي، دول اقوى مني بكتير، واجيبهم من مكان عندي لان انا مهتم بحاجه واحده، اديه في رزق بتاع ربنا. فانا ما اركب الحنطور دي ما كانش حد يعرفها، وغنيت ايه واحده لما انا عملتها ربنا ايه، طب انا ما خفتش ليه من صوتها؟ اوكا اورتيجا لما نزلوا عملوا السعد الصغير، لان احنا لو 18 الف واحد كلنا هنشتغل، بس انا نفسي بتوع المهرجان يطلعوا بس ما يقولوش حاجات اسفاف، عشان ايه هما بيتلكرلهم، لان خلي بالك العيال دي غلابه كلنا يعني قاعدين على القهوه، فالاغنيه بتكلف ايه؟ انا عندي ابني محمود بيعمل اغاني العيال، يروح عنده كمبيوتر كده صوته يطلع خلاص، بيسترجع في زف ياخد 300 400 جنيه، يبقى انت قللت من القضيه شويه والناس بياكلوا عيش وخلاص. ما تقعدش بقى تقعد تقول لاست دول مش عارف ايه بتاع زي حلم بكر مسك العيال هيقعدوا في البيت وبعدين حد يقول لهم تعالى انا لا انا برشام مش عارف ايه وخلاص. فانا هم ما يقلقونيش لان انا جايب اصوات احسن منهم، وعملت برنامج سعد وسعد وجبت كل الاصوات الاحلى، لان انا اكتر حاجه ربنا كرمني واقولها لكم بمنتهى الصراحه، انا لا بعرف اغني ولا بعرف ارقص، انا بس بسيبها ربنا وهنا ابيض وبدعاء الوالدين. فانا راجل مؤدي، فعشان مؤدي ما بخافش من اي حد. عمرو دياب قبلي ولا تفرحت وبقابلني في حق مطرب ولا ممثل ولا راجل مؤدي باكل عيش. انا راجل باكل عيش، عارف لو انا مطرب بقى وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده هتلاقيني عمل غلط. حكيم عملي يعني حكيم بيبقى قبلي في اوردر، ما بطلعش الفرقه فوق الفندق، اوقفوا يا جماعه تحت عشان الراجل خلص براحته تمام. لكن تخيل انت حكيم بيغني وفرقتي واقفه عامله له كده، معنى ايه؟ خلص يا عم عشان يشتغل. لا تحت براحتنا يا جماعه، الراجل خلص براحته ونطلع. انا بقى ما مش حكيم بقى طلع، لا بطلع اعمل نمرتي بجد. عمرو دياب قابلنا يا جماعه في حفله حمائي، فطول ما انت تسيبها على الله وين ابيض ربنا يكرمك اخر كرم. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org